اللتر الواحد يمشيك 21 كيلو. حياكم الله وتعالى ربع نت من جديد، حلقة جديدة من على السريع، فيها بغطي واحدة من أجمل السيارات الاقتصادية اللي موجودة في فئتها. طبعا على طلبكم كثير سألوني عبد العزيز، معنا 40-50 ألف ريال تقريبا من يصرفها على سيارة على قد المبلغ. في ناس تتشرط بعد، ما تبي لا كوري ولا تبي صيني. فاليوم جايكم عند سوزوكي، جاي نصور سوزوكي ديزاير، واحدة من الخيارات جدا جميلة الاقتصادية، وسيارة واحدة من سيارات المدينة اللي يحبها صراحة. نتعرف عليها سوا ونشوف السعر والفئات الموجودة وأيضا المواصفات الموجودة في السيارة. كالعادة قبل ما نبدأ لا تنسون من لايك القناة، لايك على كل الفيديوهات، والاشتراك إذا ما تشترك، وأيضا فعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد في عالم السيارات. أنا عبد العزيز ويلا نشوف سوزوكي ديزاير. في النوع هذا من التغطية أحب دائما أبدأ في السعر عشان تعرف كم راح تدفع وإيش راح تأخذ مقابلة بشكل مباشر، بحكم أن السيارة اقتصادية ما فيها شيء نشرح عنها أساسا. عموما طبعا هي تجي فئتين، الفئة الأولى هذه اللي قدامنا هي الستاندر، سعرها 50,080 ريال سعودي، طبعا هذا شامل الضريبة. والحين نتعرف على وإيش راح تأخذ من سوزوكي ديزاير. طبعا في بداية عندنا الوجهية الجميلة هذه، إنه إنارة هلوجين فيها كشافات ضباب، والشبك الأسود هذا الجميل مع علامة سوزوكي كبيرة، وحركها 1.2 لتر 4 سلندر يولد 82 حصان. طبعا سيارة دفع أمامي وغير أوتوماتيكي. من الجانب عندنا المرايات الجانبية أو الإشارات الجانبية، خلنا نروح من الجهة ذيك عشان نشوف الصرفية. صراحة من نقاط القوة في السيارة صرفيتها جدا ممتازة، اللتر الواحد يمشيك 21 كيلو. تذكروا قبل أسبوعين صورت اللي هي الشانغان L7 من الحجم هذا، وصرفيتها كانت 18 وانتقدت صرفيتها، قلت حلوة ممتازة ولكن كان ودي تكون أكثر. فهنا سوزوكي 21 كيلو صرفيتها جدا حلوة. من الخلف شنطتها غريبة شوي، شطف كذا قطعة واحدة زي ما شايفين، الشنطة والصدام كلها قطعة واحدة، وهذا شكلها من الخلف. طبعا صغيرة سيارة حقت مدينة، ف يعني الشيء هذا مو مستغرب منها. وهذه هي الديزاير، خلينا عليها لفة، طبعا ما فيها فتح سقف في كل الفئات ما هي موجودة. كويس انه حاطين جنط 15 معطي منظر جميل بدل الطياس، ما الطياس هذه شكلها حلو. اعطونا تقييمكم للسيارة وخلنا ندخل داخل الديزاير ونشوف وش الاشياء الموجودة فيها. اللي حاب يشوف سيارة مستعملة او جديدة منها يقدر يشوف تطبيق مستعمل وتصفح التطبيق، ويقدر يشوف كل السيارات هناك مع اسعارها. بسم الله نبدأ مع الباب مباشرة، بحكم انه انت اللي راح تسوق السيارة ان شاء الله اذا شريتها. اول شيء في تكاية هنا موجودة قماش فيها سفنج خفيف، شكرا جزيلا. هذه مسكة الباب، درايش كلها كهربائية، ودريشة السائق نزولا اوتو ترفع عادي. هذه مسكة الباب كروم موجود فيها، تحكم مرايات كهرباء، وفيها قفل مركزي للدرايش. شكرا جزيلا سوزوكي على السعر هذا والمواصفات. طبعا نتكلم السعر حاليا على السوق، يعني ما اقول انها رخيصة ولكن تعتبر سوقيا الان تعتبر شوي رخيصة. هذه من الداخل، طبعا واحدة من نقاط القوة فيها ان مساحة داخلية جدا ممتازة، يعني انا طولي 176 ومرتاح واقدر ارجع كرسي بعد زيادة، شايفين حتى ما درجولي بشكل كامل. هذا شكل دركسون، طبعا ما في جلد، تحكم بالصوتيات بس، ترفع تقصر الصوت، تسوي له ميوت، وهنا تحكم برد واغلاق مكالمات. والفئتين كلها ما تجي مثبت سرعة. هذا شكل الطبلون، يعني عادي مرتب. عندنا تراكشن كنترول موجود، طبعا تجي بي بي اس وتراكشن ونظام توزيع القوه من القوه، هذه كلها موجوده فيها. انظمه السلامه في القياده حلوه، تجي بربقين بس للسائق والراكب، هذه واحده من الاشياء. يعني بالفئه هذه ما تقدر تتشرط واجد، وبالفئه السعريه ايضا ما تقدر تتشرط واجد. هذا المسجل في بلوتوث جدا ممتاز. المكيف هنا فرار زي ما شايفين، والفل كامل تجي بازرار او اللي يسموه الكتروني، يعني ضغطه زر يشتغل. انا صراحه ما تفرق معي نهائيا. هنا عندنا شاحن 12 فولت، وعندنا USB، وايضا عندنا AUX. ايضا هنا تشغيل مفتاح، هذه فئه الستاندرد. الفئه الاعلى منها تجي تشغيل بصمه وزر، وايضا دخول بصمه وزر بالفئه الثانيه اللي هي اعلى. واحده من الاشياء الغريبه الجير، ما فيها بي، فيها ار وان ودي. طبعا توقف على الان تسحب الجرنط كذا خلاص تقدر تطفي الديزاير وتنزل منها. حاملين اكواب موجوده، صراحه مرتبه يعني للامانه حلوه السياره. بسم الله المقاعد كلها قماش، حلو والله مقاعدها، وكلها طبعا يدويه.
ممتاز. شايفين المساحة كيف؟ تقدر تقدمها. شوف مساحة الأرض اللي وراء. الحديث عن مساحة الأرض الخلف، يلا خلنا نروح داخل الديزاير من الصف الثاني. عن المقعد دقيقة خلنا نشوف طولي. أوكي. خلني أقدم على طولي. أنا طولي 176، نرجع شوي كذا خلاص. كذا بسوق الديزاير. يلا بسم الله. طبعا الفيديو هذا راح يكون سريع بحكم السيارة صغيرة وما فيها هذيك تعقيدات أو الأشياء اللي نشرح عنها. في الخلف هنا اسمع بلاستيك ما هو قماش، سووها في الأمام لكن في الخلف هنا بخلوا عليها خلاص ما عاد يبديهم. واحدة من الأشياء الغريبة أيضا هنا ما في جيب تحط فيه جريدة أو مجلة أو أي شيء، لكن هنا موجود فحطوا هنا وهنا بخلوا عليها توفير. موجودة السماعة هنا برضو واحدة كويسة، أنا فيها 4 سماعات ممتاز صراحة. لكن صراحة حاطين مكيف ورا، تخيل مكيف في الخلف على حجم السيارة ترى يعتبر شيء كويس. هنا عندنا أيضا 12 فولت برضو شيء ممتاز، وعندك مكان تحط فيه الجوال، وحلوة صراحة تخدم الجميع، تخدم اللي ورا وتخدم اللي قدام حتى بطريقة حلوة صراحة وذكية مسوينها. طبعا ما في درج في هذه القطعة، فهذا اللي راح تاخذه مع الديزاير. تكاية وسطية برضو شيء ممتاز مع حمل الكهرباء، ترى فيها هذه من السيارات التكاية والمكيف ترى شيء يعتبر واو عشان تفهموا يعني علي. فمساحة الراس يعني خلاص هذه انا جالس 176 كفيتني، اكثر من كذا راح تسقع. الكرسي اللي قدام شفتوه معدل على طولي، مع كذا في مساحة حلوة. وترى يمديني اقدم يعني، ترى كذا انا مرتاح مرة، لو اقدم شوي ما عندي مشكلة ايضا. طبعا اتكلم اذا كنت جالس قدام برضه راح تزيد المساحة. ف صراحة حلوة مساحتها من الداخل، أشوف تقسيم المساحات فيها جدا جدا ممتاز. في لما تسقف أيضا ممتاز. يلا خلنا نشوف الشنطة الحين إيش فيها. وهذه شنطة الديزاير، تكفي شنطتين سفر وسط حجمها، وإذا 3 صغيرة أشوفها. طبعا أنا قلت لكم ما أعترف شيء اسمه سعة لترية في الشنطة، أنا ما لي دخل في أشياء معني بسعة لترية يعني، ممكن حاسبي لك من أرض لين هنا لين الزاوية. أنا طبعا شبي بالزاوية ذي، أبي الشكل العام يعني كم تكفي شنطة. فأعطيكم إياها 3 شنط صغيرة أو 2 وسط يعتبر طبعا شيء كويس. هذا هو السبير صغير، هذه الشنطة ما فيها شيء. هذا العدة من نجيب أوتو وكيل سوزوكي. الشنطة طبعا زي ما شايفين حتى فاضي من هنا، ففي توفير الموضوع شوي. هذه من الخلف، اوكي بزر تفتح ممتاز. طبعا الحديث عن بما في الخلف، هذه الستاندرد تجي بدون حساسات، الفئه الاعلى منها تجي بحساسات خلفيه، وايضا يلزمكم دخول الذكي جهه السائق والمكيف الاوتو وتشغيل بصمه. هذه الفرق بينهم. فهذه هي سوزوكي ديزاير، وبكذا كنا غطينا سوزوكي ديزاير. طبعا فئتين هي، الفئه الاولى الستاندرد اللي صورتها اليوم سعرها ب 50,080 ريال سعودي شامل ضريبه، والفئه اللي اعلى منها سعرها ب 51,800 ريال سعودي شامل ضريبه. علمتكم شو الفروقات بينهم، هي 4 أشياء جدا بسيطه. طبعا على طلبكم السياره جيت اصورها لاني احب صراحه علم سوزوكي، سياراتهم جدا جميله مرتبه انيقه ما فيها فلسفه زايده ولا فيها تعقيدات، بنفس الوقت حاطين فيها اوبشن جدا جميل على الفئه السعريه للسياره. كيف تشوفوا سعر السياره؟ هل هو مناسب؟ هل هو غالي او رخيص؟ طبعا في سنه من السنوات السياره هذه كان سعرها حول 33 34 الف مع ضريبه توصل 38 الف ريال تقريبا كان وقتها اعلى شيء. فالحين ارتفعت صارت السعر هذا، لكن حاليا تعتبر من الفئات السعريه القليله في السوق للسيارات بالحجم هذا. يعطيكم العافيه، لا تنسوا تشير المقطع لاي احد حاب يتعرف على واحده من اكثر السيارات اقتصاديه في السوق السعودي حاليا 2023. وإذا حاب أصور أي سيارة اكتبها في التعليقات. أنا أخوكم عبد العزيز، مع السلامة.